السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في كيميا الطفل وحلقة جديدة من تجاربنا العلمية المنزلية. في تجربتنا هذه سنصنع كرة مطاطية. لعمل هذه التجربة نحتاج إلى بيضة وخل وكأس فارغ. نضع البيضة داخل الكأس ونغمرها بالخل ونتركها 24 ساعة. في اليوم التالي نلاحظ أنها أصبحت طرية وأن قشرتها قد تآكلت.